بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي لاستاد الاشبال. النهارده عندنا مباراه حلوه جدا في كره القدم. الاهلي بطل الدوري مواليد 2006 بيلعب النهارده الجوله الختاميه في الدوري بعد ما حسم دوري بطوله الجمهوريه 2006 في اللقاء السابق قبل بطوله الدوري بلقاء. النادي الاهلي فاز في اللقاء السابق على وادي دجله بثلاثيه، وبعد خساره المقاولين العرب اللي كان بينافس النادي الاهلي خسر المباراه السابقه 2-1 امام انبي. بعد هذه الجوله حسم النادي الاهلي بطوله الجمهوريه. النهارده الجوله الختاميه، مباراه حلوه بين الاهلي صاحب المركز الاول وايضا يعني بطل الدوري، وبين صاحب المركز الثالث الوافد الجديد على دوري الجمهوريه نادي زد. نادي زد اللي عنده يعني منظومه محترمه. النهارده في انتدابات في شهر يناير، نادي زد دعم بلاعبين مهمين وايضا عنده مدير فني اجنبي الماني مستر ستيفن. يعني هنشوف النهارده مباراه حلوه برغم ان النادي الاهلي حسم بطوله الدوري. النادي الاهلي السنه دي في قطاع الناشئين حصل على بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2006. دي بطوله جمهوريه، بطوله قويه، بنشوف معظم الفرق فيها كلها من فرق الدوري الممتاز، بتكون مباريات تقيله بلغه الكوره. الدوري الثاني اللي حصل عليه النادي الاهلي دوري 2007، وايضا ده دوري جمهوريه. استضفنا الحلقه اللي فاتت كابتن اسامه زكي المدير الفني، وكان معانا اثنين من نجوم الفريق احمد الشيخ ومحمد عبد الفتاح تاحه، ودول من اللاعبين الصاعدين الواعدين كانوا معانا الحلقه السابقه. وايضا ده الفريق الثاني اللي حصل على بطوله الجمهوريه. عندنا برضو فريق 2008 اللي كان بيتولاه الكابتن احمد صديق، ده بيلعب بطوله دوري منطقه، وايضا ده الفريق الثالث اللي حصل على بطوله الدوري داخل قطاع الناشئين. جهد كبير جدا بذل السنه دي من كل المدربين، من كل الاداريين، من كل العاملين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وده الهدف اللي حطه الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط من بدايه الموسم، ازاي نشوف لاعبين عندنا صاعدين واعدين ان شاء الله يكونوا موجودين في الفريق الاول. عندنا برضو مستر بروكيتش عامل شغل كبير، كابتن خالد بيبو يعني على راس المنظومه، وشغل اداري كبير وشغل فني محترم. بنشكر كل القائمين في قطاع الناشئين على هذا الجهد. واحنا النهارده في الجوله الختاميه طبعا ما نقدرش ننسى بطوله الرابطه، بطوله الرابطه اللي طلعت من قطاع الناشئين لاعبين مهمين شفناهم في فريق الشباب. شفنا السنه دي محمد مغربي، شفنا محمد اشرف، احمد اشرف، احمد سيد عبد النبي، مصطفى الشوبير اللي خد فرصه كبيره في كاس الرابطه، لاعبين كثر شفناهم في فريق الشباب، وده بينم ان عندنا قطاع ناشئين قوي في النادي الاهلي. قبل ما نروح لابرز الارقام والاحصائيات في مباراة اليوم، المباراة المهمة وهتكون مباراة حلوة بلغة الكرة. عندنا كمان في نادي زد بيتولى قطاع الناشئين الكابتن علاء نبيل نجم نادي المقاولين ومنتخب مصر السابق، وعنده فكر كبير وعنده خبرات كبيرة في قطاعات الناشئين، فعلشان كده نادي زد بدأ يتحط على الطريق الصحيح علشان يضم عناصر مميزة. قبل ما نروح لأبرز الأرقام والإحصائيات علشان لقاء اليوم، لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الأفريقي الأهلي والوداد المغربي. ده حديث الشارع الأهلاوي، كل الناس بتتكلم عن لقاء نهائي أفريقيا. نهائي أفريقيا لقاء مهم جدا. النادي الأهلي اوريدي كتب التاريخ، كتب التاريخ من زمان. لما بنقول النادي الأهلي اللي حصل على 10 بطولات أفريقية، 10 بطولات أفريقية، وده تاريخ كبير. لسه مازال النادي الأهلي بيبحث عن تاريخ جديد، تاريخ جديد مع الجيل الحالي، الجيل المحترم، الجيل اللي قدر ياخد بطولة أفريقيا مرتين على التوالي. المباراة كانت أمام نادي الزمالك القاضية ممكن، والسنة اللي فاتت أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا. السنة دي النادي الأهلي بيدور التالتة على التوالي، التالتة رغم الظروف ورغم الظلم اللي اتعرض ليه النادي الأهلي، وإقامة المباراة على ملعب غير محايد، في ملعب مركب محمد الخامس، ومركب محمد الخامس يعتبر ملعب الوداد، لكن النادي الأهلي دايما في الظروف الصعبة بنلاقي أبطال، بنلاقي تحديات كبيرة، علشان كده لما النادي الأهلي بيتذكر بيتذكر معاه التاريخ وبيتذكر معاه البطولات الصعبة. لما النهارده نتخيل إن 10 بطولات اللي كتبهم النادي الأهلي، منهم لو استرجعنا التاريخ بنتكلم عن 5 بطولات خارج ملعبنا، 5 بطولات خارج ملعبنا، ده رقم يدي ثقة كبيرة للاعبي النادي الأهلي، سواء أنا لعبت على ملعبي أو خارج ملعبي. طبعا جمهور النادي الأهلي ما بيتعوضش، جمهور النادي الأهلي بيكون اللاعب رقم واحد
جمهور النادي الاهلي هو الداعم والسند الحقيقي، لكن مرينا بالظروف كتير. اتبدت سنه 82 في كوتوكو والنادي الاهلي قدر، او الجيل الذهبي للنادي الاهلي كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب وكل الجيل الذهبي قدروا يقصوا شريط البطولات الافريقيه سنه 82، وقدرنا ناخد اول بطوله افريقيه خارج ملعبنا. بطولات كتير خدناها برضو. عندنا في 2006 مباراه مهمه، الصفاقسي التونسي كانت من خارج الديار، خدناها من قلب ملعب رادس، وما ادراك ملعب رادس والجماهير التونسيه. برضو في 2008 خدناها من القطن الكاميروني، في 2013 خدناها من الترجي، في السنه السابقه خدناها من كايزر تشيفز. فاذا التاريخ النهارده النادي الاهلي بيقدر يصنع المعجزات ويقدر يصنع المستحيل. قبل المباراه او قبل اللقاء المهم اللي هيكون يوم الاثنين القادم، دايما او الضغوطات اكبر على نادي الوداد. ليه الكلام ده؟ الوداد بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، هو المطالب اكتر بالبطوله، فده النهارده بيشيل الضغوطات من على لعيبه النادي الاهلي. الوداد هو صاحب الملعب وهو صاحب الجمهور، فهو المطالب بالبطوله. النادي الاهلي اوريدي هو بطل افريقيا. انا بقول الرساله دي للعيبه ليه؟ علشان قبل المباراه انا مش عايز اللعيبه تكون مضغوطه. يكون عندنا مسؤوليه، تحمل مسؤوليه، جمهورنا عايزين نفرحه اللي في كل الوطن العربي، لكن الضغوطات اكبر على وليد ركراكي المدير الفني وعلى لاعبي الوداد، مش على لعيبه النادي الاهلي. احنا بنبحث عن تاريخ يسطر لاول مره في افريقيا، هو ده اللي النادي الاهلي بيدور عليه. ومن هنا عايز اقول رساله مهمه، شفنا امبارح وقبل امبارح وهنشوف النهارده وهنشوف بكره وهنشوف بعده، خلال الثلاث ايام اللي قبل المباراه، قبل انطلاق المباراه يوم الاثنين الساعه 9، هنشوف كلام كتير على لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ابتدى من امبارح واول امبارح والنهارده، هنسمع الكلام ده كتير في الاعلام، وخاصه في الاعلام المصري، مش هقول لكم الاعلام اللي بره، لا الاعلام المصري. هنشوف ناس هتقلل من لاعبي النادي الاهلي، هتشوف ناس بتقلل من مستر موسيماني، هتشوف ناس بتقلل من البطوله الافريقيه، هنشوف ناس بتقلل من اداء النادي الاهلي في مشواره في البطوله الافريقيه، رغم وصول النادي الاهلي للمره الثالثه على التوالي. هنسمع الفتره اللي جايه عن انتقالات لاعبين، بالرغم ان احنا مش في موسم انتقالات، ولاعيبه هتمشي من النادي الاهلي. من هنا بقول لجماهير النادي الاهلي وخاصه على السوشيال ميديا، لازم ندعم لاعبتنا، لازم ندعم جمهورنا، لازم ندعم لاعبتنا، ولازم ندعم جهازنا الفني، وان شاء الله كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي، كل التوفيق للجهاز الفني، كل التوفيق لحكم المباراه اللي احنا عندنا ثقه فيه كبيره انه حكم من انزح حكام القاره الافريقيه فيكتور جوميز. نتمنى له زي ما نتمنى لاعبي النادي الاهلي التوفيق، ايضا حكم اللقاء يكون موفق في هذه المباراه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل ابرز ارقامنا واحصائياتنا عن الجوله الختاميه في دوري 2006 النادي الاهلي ونادي زد. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الجوله الختاميه لدوري 2006 النادي الاهلي خلاص حسمه في الجوله السابقه، واحنا في الجوله الختاميه بنقدم لكم النهارده خدمه خمس نجوم. فرصة النهاردة، والنهاردة الجمعة والطرق فاضية، تعالوا معانا نروح ملاعب الناشئين في مدينة نصر عشان نسأل زميلنا محمد توفيق ونشوف معاه آخر الاستعدادات للقاء اليوم. اتفضلوا معانا. مساء الفل يا توفيق، ومنور قناة الأهلي، وقول لي بقى النهاردة آخر الاستعدادات، برغم يعني حسم النادي الاهلي لبطوله الجمهوريه في الجوله السابقه، لكن النهارده شايف استعدادات كبيره برضو من النادي الاهلي في لقاء برضو هيكون حلو مع فريق محترم نادي زد لاول مره في دوري الجمهوريه. قول لي اخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم.
مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني منور ملاعب الناشئين بمدينه نصر. يعني زي ما قلت لحضرتك، يمكن الفريق ختم البطوله بالفوز في اخر مباراه امام وادي دجله بثلاث اهداف مقابل لا شيء. الفريق بالفعل متوج النهارده باللقب بعد وصوله للنقطه 73 وفرق 6 نقط عن اقرب منافسيه هو نادي المقاولين العرب اللي بيتوقف رصيده بعد الهزيمه امام انبي برصيد 67 نقطه. زي ما حضرتك قلت، النهارده مباراه قويه جدا برغم حسم النادي الاهلي للقب، مباراه كبيره امام فريق كبير وهو فريق زد. يمكن فريق زد عايز اقول لحضرتك ان هو ثالث الترتيب ب 59 نقطه، طبعا بقياده الجهاز الفني المحترم لقطاع الناشئين بنادي زد كابتن علاء نبيل وكابتن تامر حفني، وكمان يمكن الفريق دوت فريق 2006 كابتن اسامه بيقوده مدير فني الماني اسمه ستيفن. يمكن اعداد اكثر من رائع للمباراه من جانب فريق النادي الاهلي. يمكن كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق النادي الاهلي قبل المباراه كان عمل محاضره للاعبين اتكلم فيها عن اهميه هذه المباراه، قال لهم احنا خلاص خدنا البطوله وكل حاجه، لكن بنلعب فريق كبير النهارده هو في المركز الثالث في المسابقه بتاعتنا في 2006 بطوله الجمهوريه، عايزين نختم البطوله بشكل اكثر من رائع والمباراه مذاعه. يمكن ده كمان كابتن سامر حفز بيه اللاعبين خلال المحاضره، قال لهم المباراه مذاعه، كل جماهير النادي الاهلي مستنيه تشوف الفريق البطل. يمكن فريق 2006 كان من الفرق المحظوظه اتذاع لها ماتشات كتيره جدا معانا السنه دي كابتن اسامه، فكابتن سامر قال لهم المباراه مذاعه، كل جمهور النادي الاهلي مستني طبعا يشوفكم الفريق المتوج بالبطوله النهارده في اخر مبارياته، عاوزين نعبر عن نفسنا، عايزين نلعب بادائنا الحقيقي بغض النظر عن يعني عن حسم البطوله، ولكن النهارده احنا بنلعب قدام فريق كبير اكيد جاي يلعب قدام النادي الاهلي وعاوز يثبت نفسه قدام النادي الاهلي، خاصه زي ما قلت لحضرتك ان هو ثالث الترتيب، عايزين نلعب بادائنا بروحنا في الملعب. ويعني زي ما بقول لك حضرتك كابتن اسامه عن النهارده تتويج فريق 2006 ان شاء الله تكون بشره خير، ويوم الثلاث ان شاء الله حضرتك يعني تطلع ببرنامج الاشبال ويكون الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي متوج باذن الله بدوري ابطال افريقيا والبطوله الثالثه على التوالي وال11 في تاريخه برغم الصعوبات كلها، ولكن باذن الله لعيبه النادي الاهلي رجال وان شاء الله يكونوا عند الموعد وحققوا كل يعني احلام وطموحات جماهير النادي الاهلي. كابتن اسامه ان شاء الله توفيق. قول لي وانت دلوقتي بتقول لي يا توفيق ان يعني احنا 2006 من اكتر الفرق اللي احنا زعنا لها المباريات السنه دي على شاشه قناه الاهلي، شعور اللاعبين وانت قريب منهم، شعور الجهاز الفني ان هو الفريق الاكثر اذاعه لمبارياته على قناه الاهلي؟ بالطبع لما بتتكلم مع الجهاز الفني او اللاعبين يا كابتن اسامه، ده ادى اللاعبين ثقه كبيره جدا في نفسهم. يعني اللعيبه دايما لما بيبقى لعيب طالع من تحت وبعدين يلاقي نفسه في الفريق الاول بيبقى فيه هز الاول من الشهره، معرفه الجمهور والاعلام بيه، لكن بسم الله ما شاء الله احنا تقريبا فريق 2006 يعني خلاص بقى معروف معظم لعيبته والجمهور النادي الاهلي، اللعيبه ابرز اللعيبه فيه كمان، واللي يمكن كابتن محمد وهبه اتكلم عن النقطه دي المدير الفني لمنتخب مصر 2006 قال لك انتوا ساعدتوني كتير جدا، ان في لاعبين جدا كتير سواء من النادي الاهلي او من الفرق اللي كانت كمان بتلعب امام النادي الاهلي في المباراه المذاعه كنت بتعرف عليهم وعن مستواهم من خلال اذاعه المباريات، ما كنتش محتاج ان انا اروح كل ماتشات الناشئين في مواليد 2006 على مستوى الجمهوريه. زي ما قلت لحضرتك ده فرق كتير جدا مع اللاعبين، عدد كبير جدا من اللاعبين بقوا نجوم بقوا معروفين لجمهور النادي الاهلي، فده اعتقد ساعد اللاعبين جدا، ادهم شخصيه النادي الاهلي بدري جدا، خلاهم كمان يعني يتخلصوا من ضغوط الاعلام ومن ضغوط الشهره، اعتقد دي شخصيه النادي الاهلي وده اللعيب اللي النادي الاهلي بيعده ان شاء الله عشان يكون يعني ضمن قوام الفريق الاول ويكون ان شاء الله امتدادا لاجيال كبيره جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي، تفضل ان شاء الله ترفع اسمه وطلعه دائما في المقدمه كابتن اسامه. وده دورنا هنا في برنامج الاشبال، ازاي نساعد برضه زي ما بنساعد النادي الاهلي ازاي نساعد منتخبات مصر، وده الدور اللي اثنى عليه كابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخب مصر الناشئين اللي احنا بنذيع مباريات الناشئين على الهواء مباشره. قول لي بقى كابتن سامر عبد الرحمن اعلن عن تشكيل النادي الاهلي للقاء اليوم. بالفعل كابتن اسامه، يمكن عقب انتهاء المحاضره الفنيه على طول اعلن عن التشكيل، وهو التشكيل الاساسي بيلعب بيه النادي الاهلي دائما مبارياته. زي ما قلنا المباراه النهارده برغم تتويج الفريق بالبطوله من المباراه السابقه، ولكن زي ما قلت لحضرتك كابتن سامر يعني بيولي اهتمام كبير جدا لمباراه اليوم وعايز يحقق فيها الفوز عشان يكون خير ختام للبطوله. يمكن بيمثل فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم محمد في حراسه المرمى، عمر كامل في حراسه المرمى، مازن احمد محمد اثنين مساكين في الجانب الشمال، فارس احمد، وفي الجانب اليمين عمر زكريا، في وسط الملعب بيلعب بثلاثه ابراهيم عادل، يوسف علام، هشام مصطفى، والثلاثي الهجومي المعتاد ادم سمير وحسام عادل وعمر سيد معوض. ان شاء الله يكونوا موفقين النهارده ويفرجونا على مباراه كويسه واداء اكثر من رائع فني في الملعب زي ما عودتنا يعني زي ما عودنا فريق 2006 في كل مبارياته، وان شاء الله يكلل مجهودهم والنهارده يبقى خير ختام للبطوله ويختموها بفوز كبير جدا على فريق محترم زي ما حضرتك قلت في البدايه فريق زد. وانا واقف معاك دلوقتي على ملعب المباراه، ما شاء الله ملعب ممتاز.
بالفعل يا كابتن اسامه، يمكن عايز اقول لك النهارده الملعب الاداره التنفيذيه هنا وقطاع الناشئين امين بدور اكثر من رائع، يمكن الملعب لا يقل، يعني عاوز اقول لك ان الملعب ده افضل من ملاعب كتير جدا بنروح نغطي فيها مباريات في الدوري الممتاز، سواء على مستوى الارضيه على مستوى الخدمات كمان المعده، يمكن استقبال اكثر من رائع كعاده فريق النادي الاهلي وقطاع الناشئين بفريق النادي الاهلي لفريق نادي زد، وكمان يمكن يعني بوجود نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد النهارده كابتن تامر حفني، ده عاده النادي الاهلي دايما يا كابتن اسامه انه بيوفر كل حاجه لاولاده، بيخليهم بس يركزوا في الملعب علشان يبقى الفوز دايما والسعاده دايما من حظ جمهور النادي الاهلي باذن الله يا كابتن اسامه. بنشكرك شكرا جزيلا توفيق وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في لقاء اليوم، وكمان يبقى وشنا حلو للقاء يوم الاثنين النهائي الافريقي، بنشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وقبل الفاصل نشوف تقرير عن لقاء اليوم، وبعد الفاصل استقبل ضيوفي، ضيوف الاستوديو التحليلي لقناه الاهلي النجم الكبير الكابتن محمد حشيش ومحلل قناه الاهلي الدكتور احمد ثابت، ولكن بعد الفاصل. نجح فريق ناشئي الأهلي مواليد 2006 في تحقيق كل الأهداف التي تم وضعها لهم قبيل بداية الموسم بحصد لقب بطولة الجمهورية، بجانب تقديم عناصر ومواهب مميزة تكون نواة لفرق الناشئين والشباب ثم الأول في المواسم المقبلة. وقدم سامر عبد الرحمن المدير الفني للفريق ومعاونوه موسما استثنائيا مع لاعبيهم حتى توجوا قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة باللقب، بعد أن رفع رصيده ل73 نقطة وتوقف منافسه المباشر المقاولون عند 67 نقطة قبل مواجهة زد في 14:00 اليوم في الأسبوع الأخير للمسابقة. وجمع أهلي 2006 نقاطه من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 3 مباريات، وسجل 80 هدفا ومني مرماه ب29 هدفا. بينما جاء المقاولون في المركز الثاني ب67 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 3، وأحرز لاعبوه 70 هدفا ومني مرماهم ب28 هدفا. ويتصدر التوأم حسام وإبراهيم عادل وعمر سيد معوض وعمار وليد قائمة هدافي الفريق في المسابقة، بجانب الأداء المميز لباقي اللاعبين ومنهم مازن أحمد محمد وهشام مصطفى ويوسف خيري وأحمد عبدين. اليوم فريق ناشئي الأهلي يواجه زد في ختام مسابقة بطولة الجمهورية 2006 بعد تتويج المارد الأحمر بلقبها. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي ضيوف الاستوديو التحليلي استاذ الاشبال اللي دايما مشرفينا ومنورنا وابتدينا الفكره معاهم من زمان، نجم الاهلي الكبير كابتن محمد حشيش، منورنا ومشرفنا كابتن حشيش. ازيك يا استاذ عامل ايه؟ كله زي الفل. مبارك كله تمام؟ الف مبروك اولا ل 2006 والنهارده الجوله الختاميه. ان شاء الله ان ربنا يكملها بخير بقى، الاداء كويس يمتعونا النهارده كمان يعني. ان شاء الله. محلل قناه الاهلي دائم التالق الدكتور احمد ثابت، منورنا يا دكتور. ده نور يا كابتن اسامه، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن محمد، والف مبروك طبعا لفريق 2006 دوري الجمهوريه، وان شاء الله النهارده يكون مسك الختام باذن الله. اسمحوا لي بس في البدايه كده نروح المغرب نطمن على اخبار بعثتنا من زميلنا فاروق صلاح، تحياتي ليك يا فاروق وتحيات نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. طبعا في البدايه كل شكري ليك يا كابتن اسامه، برحب بحضرتك وبرحب بكباتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت وكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان طبعا، وببارك لقطاع الناشئين في النادي الاهلي والفريق 2006 تتويجه ببطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2006، نتمنى لهم طبعا التوفيق النهارده في مباراتهم امام فريق زد. اخبار بعثتنا فاروق اخر الاستعدادات، يعني طمنا وطمن كل جماهير النادي الاهلي.
اقول لك كابتن اسامه، يعني بالامس كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب العربي الزاولي اللي بيستضيف تدريبات النادي الاهلي بدءا من امس. امبارح التدريب ارض الملعب طبعا كان الدور الكبير اللي قام بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي في الحضور الى المغرب قبل وصول البعثه للتنسيق والترتيب على الامور الخاصه به طبعا ببعثه النادي الاهلي. وملعب التدريب ملعب من الملاعب الممتازه جدا مخصص طبعا لتدريبات فريق النادي الاهلي. الاهلي ادى بالامس مران الاول على هذا الملعب، شايفين حاله الجديه اللي عند اللاعبين، التركيز، الروح اللي موجوده بين اللاعبين، امر بيضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره. تقدر تتكلم اي 11 لاعب ان شاء الله هيلبسوا او هيرتدوا قميص النادي الاهلي، هم جاهزين لهذه المباراه. بعض الامور طبعا مستر بيتسو موسيماني بيشتغل عليها بدءا من يعني من القاهره هنا في المغرب، كلها امور طبعا ان شاء الله يكون الفريق موفق في هذه المباراه ويطبق هذا الفكر والشغل اللي بنشوفه من مستر بيتسو موسيماني ايضا واللاعبين. طبعا قبل المران كان مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، طبعا اتكلم على نقاط القوه والضعف في فريق الوداد البيضاوي، اللي تصريحات وليد الرجراجي المدير الفني بدات تاخد اتجاه ثاني يا كابتن اسامه، انه يتكلم على قوه النادي الاهلي او يتكلم على قوه مستر بيتسو موسيماني ان هو افضل مدير فني في القاره الافريقيه وان النادي الاهلي هو المرشح باللقب. طبعا بيحاول يرفع الضغوط شويه عن اللاعبين اللي طبعا في ضغط كبير جدا. عايز اقول لك برضو ان الاوساط بالظبط يا كابتن، بالظبط يا كابتن اسامه بالظبط يا كابتن اسامه، بيحاول برضو ان في مجموعه برضو من اللاعبين هتنتهي عقودهم في الوداد مع يعني مع نهايه هذا الموسم، ودي من الامور برضو اللي بتضغط على اداره النادي الوداد. وعايز اقول لحضرتك نقطه في غايه الاهميه يا كابتن اسامه، ان جماهير المغرب او جماهير الوداد بالتحديد بتتابع كل التفاصيل، بتفرج على قناه الاهلي، انا اقول لك يمكن بصفه مستمره متابعين موقع النادي الاهلي، متابعين قناه النادي الاهلي في كل البرامج، موجودين بيتابعوا بيشوفوا كل الامور طبعا في هذه يعني الامور اللي بتعرض خلال قناه النادي الاهلي. ايضا استعداداتهم هم لهذه المباراه، الفريق طبعا معسكر في مركز الرياضي لمركز محمد السادس بمدينه الرباط في معسكر الاتحاد المغربي، طبعا موفر كل الدعم الكامل لفريق الوداد البيضاوي اللي بالامس طبعا بداوا طرح التذاكر واقبال كثيف من جماهير الوداد على شراء التذاكر. يعني بالامس تقدر تقول ان الاعداد تجاوزت طبعا ال 20,000 متفرج، اللي هم طبعا زي ما احنا متفقين يا كابتن اسامه اللي هم الجمهور العام. لسه 10,000 التانيين بتوع جمهور الوداد المخصصين. طبعا الاعلام هنا في المغرب بيتكلم على المباراه، بيعرض برضو يعني مواطن القوه والضعف في النادي الاهلي وايضا في الوداد، احصائيات بتبقى ما بين اليو ديانج وعمرو السوليه مع جبران والحسوني، وايضا يعني بتبقى يعني مقارنات ما بينه وما بين طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف ومبنزا. محمد شريف طبعا 6 اهداف، مبنزا 5 اهداف. النهارده طبعا كان في اجتماع، ودي من النقاط المهمه، يعني خلينا ناخد النقطه بتاعت الامس لزياره الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لملعب مركب محمد الخامس، والتركيز على سلامه وامان بعثه فريق النادي الاهلي، وليس الامر متعلق بالفريق فقط ولكن افراد الجماهير او الجمهور النادي الاهلي. ودي من النقاط اللي الكابتن محمود الخطيب في كلامه دايما يعني في جلساته في قعداته مع السفير مع مسؤول الكاف بيفكر في جمهور النادي الاهلي، في دور ليه مع الكابتن، مع طبعا مع الكابتن سيد، مع الجوانب الخاصه بالفريق، ولكن الدور الاكبر جمهور النادي الاهلي. النقاط اللي بيركز عليها مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب، معالي الوزير العمري فاروق، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شاوي، استاذ طارق قنديل، الكابتن حسام غالي، المجموعه الموجوده تركيزها وهدفها ازاي يوفروا كل الامور الميسره لجمهور النادي الاهلي. ودي كانت الزياره اللي بالامس طبعا النادي الاهلي عرض انه يتنازل عن المدرج اللي بيضم 11,000 متفرج مقابل انه ياخد مدرج بيضم 9,600 متفرج مقابل انه يكون في امان شويه عن المدرجات الاخرى. النهارده صباحا كان في اجتماع من مسؤولي الكاف مع فريق النادي الاهلي، اجتماع بيتم مع الفريق النادي الاهلي وايضا اجتماع بيتم مع فريق الوداد، طبعا اتكلموا فيه على الامور التنظيميه وشددوا واكدوا على امور كتير جدا منها يا كابتن اسامه. عدم استخدام الشماريخ، عدم استخدام الليزر، كلها من الامور اللي بينها الاتحاد الافريقي بلغ بيها ممنوع استخدامها في ارض الملعب، واكد مره ثانيه او مره ثالثه على الفار وفحص الفار وتقنيه الفار والامور الخاصه بهذه المباراه. طبعا عقب الاجتماع كان في جلسه تصوير للاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله تبقى يعني جلسه وشها حلو ان شاء الله، وتبقى جلسه التتويج باذن الله. ثم عقب الجلسه اللاعبين في هذه الاثناء بيتناولوا وجبه الغداء، هيكون في اجتماع لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين
في تمام الساعة 6:30 ثم التحرك في تمام الساعة 7 إلى ملعب العربي الزولي اللي طبعا هيستضيف ثاني تدريبات الأهلي اليوم. بطمنك طبعا على حالة اللاعبين. طبعا محمد عبد المنعم الدكتور أحمد أبو عبلة قال لنا خلال 24 ساعة هحدد بنسبة كبيرة إن شاء الله فرص لحاقه بالمباراة، لكن تقدر تقول كل اللاعبين جاهزين إن شاء الله لهذه المباراة يا كابتن أسامة. والبركة في الموجودين. نشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. ومن هنا برضو بنشكر كل طاقم السفارة وسيادة السفير ياسر عثمان على المجهودات الكبيرة اللي عاملينها للنادي الأهلي، وأيضا لجمهور النادي الأهلي اللي هيسافر إن شاء الله أو سافر قبل كده علشان لقاء الأهلي والوداد المغربي. نروح للقاء اليوم بقى وأبرز الأرقام والإحصائيات علشان نستعرضها ونحللها مع نجوم السودة. نشوف جدول ترتيب بطولة الجمهورية مواليد 2006 اللي النادي الأهلي طبعا متصدر البطولة وحسم البطولة. النادي الأهلي في الصدارة، لعب 30 مباراة، فوز في 23، تعادل في 4، هزيمة في 3 لقاءات، له 80 هدف وعليه 29 هدف، 73 نقطة وحسم البطولة. المولين في المركز الثاني كان بينافس بمنتهى القوة، وزد في المركز الثالث يعني اللي هيقابل النادي الأهلي في لقاء اليوم. الزمالك في المركز الرابع، إنبي في المركز الخامس، الإنتاج الحربي في المركز السادس، السابع بيراميدز، الثامن الاسماعيلي، المركز التاسع مصر المقصة، العاشر المصري، 11 وادي دجلة، والمركز 12 كوكاكولا، 13 الشرقية الدخان، 14 بنك الأهلي، 15 سموحة، وفي المركز الأخير غزل المحلة. مباريات الأسبوع ال 33 من دوري الجمهورية مواليد 2006، الأهلي أمام زد، المقاولين أمام كوكاكولا، الإنتاج الحربي أمام الزمالك، بيراميدز أمام وادي دجلة، الإسماعيلي أمام إنبي، مصر المقاصة أمام البنك الأهلي، والمصري أمام سموحة. شرق الدخان مريح الجولة دي هو غزل المحلة. دي مباريات الأسبوع 33 والجولة الختامية. نروح أيضا لقائمة هدافي فريق الأهلي مواليد 2006. النادي الأهلي متصدر هدافي الدوري حسام عادل برصيد 18 هدف، وابراهيم عادل اخوه التوأم ب 13 هدف، عمر سيد معوض 13 هدف، وعمار وليد حافظ 11 هدف. الجهاز الفني والاداري لفريق الاهلي مواليد 2006، القياده الفنيه مدير فني الكابتن سامر عبد الرحمن، كابتن احمد رؤوف مدرب، محمد فتوح مدرب حراس مرمى، محمد نحله مدرب احمال، احمد جبله طبيب، ابراهيم خاطر مدلك، وعمار فتحي مدير اداري الفريق، عبد الرحمن عبد البديع جهاز معاون، وعاطف ابراهيم جهاز معاون. كابتن حشيش، النادي الاهلي حسم بطوله 2006 ما شاء الله يعني 80 هدف، بلغه الارقام اكبر يعني عدد من الاهداف او هداف الفريق ايضا من النادي الاهلي حسام ابراهيم. تمام. في نفس الوقت برضه 6 نقاط عن المقاولين العرب اللي هو في المركز الثاني. طبعا بنبارك لهم طبعا على حسم البطوله قبل ما تنتهي فعليا يعني. والنهارده طبعا مباراه على فكره مباراه قويه مش سهله حقيقة. زد من الفرق المحترمه جدا، في طبعا ترتيبها الثالث في جدول الدوري، عندها قطاع ناشئين كبير بقياده طبعا الكابتن علاء نبيل وتامر حفني طبعا ابن النادي الاهلي، وخبره طبعا جايبين خبره وعاملين توأمه مع بروسيا دورتموند، والراجل المشرف على الفريق ده طبعا بالذات في الدور الثاني الخبير برضو الألماني بتاعهم. فرقة قوية. صعوبة المباراة ان هم طبعا عايزين يثبتوا انه اي فرقة طبعا حالها زي اي فرقة قدام النادي الاهلي بتحب تثبت نفسها وتعمل عرض كويس ونتيجة كويسة خصوصا على ارض النادي الاهلي عشان يثبتوا برضو تفوق القطاع الناشئين بتاعهم. والحقيقة هم طبعا يعني والاول مره تحصل في القطاعات الناشئين، بنشوف الفريق في مرحله الانتقالات اللي هي الشتويه استخدم حوالي 7 لاعبين، 9 لاعبين، انا اللي عندي 7، 3 من سموحه، 2 مقصه، 1 مقاولين، 2 زمالك، 7، وده اللي عرفته النهارده من الكابتن علاء نبيل. يمكن كمان المبالغ، قال لي على المبالغ اللي دفعوها في السبعه دول حوالي وصلت ل 7 مليون جنيه، فطبعا دي حاجه كبيره جدا على يعني لعيبه لسه صغيره في القطاعات الناشئين، فده دليل على انهم عاملين اهتمام كبير بالقطاع بتاعهم وعايزين ان هم يعني طبعا في ثاني سنه ليهم
كقطاع ناشئين في زد. طبعا السنه اللي فاتت ما قدرش حد يحكم عليها بالنسبه للفرقه كلها عشان موضوع طبعا الكورونا. السنه دي يعني عاملين نتائج كويسه، وكون ان هم يوصلوا للمركز الثالث في بطوله زي 2006 فدي حاجه تحسب لهم كلهم يعني. دكتور احمد، رغم حسم النادي الاهلي البطوله خلاص اتحسمت بالنسبه للنادي الاهلي، لكن لقاء اليوم النهارده النادي الاهلي عايز يختم الدوري بشكل جيد، عايز يبقى ختام زي ما بقول ختام ومسك. لكن لقاء اليوم لقاء هيكون صعب على الفريقين، زي ما بنقول النادي الاهلي ما شاء الله عندنا لاعبين 7 أو 8 لاعبين في منتخب مصر، نادي زد برضو الصاعد الجديد لدوري الجمهوريه، وبالمناسبه اشترك يعني بعد اعتذار طلائع الجيش دخل نادي زد في دوري الجمهوريه، بيضم برضو زي ما الكابتن حشيش قال 7 أو 9 لاعبين، مدرب اجنبي من بروسيا دورتموند، برضو بيخططوا على المدى البعيد. طبعا اولا النهارده مباراة صعبة جدا، نادي زد بيعمل تجربة بصراحة أنا شايف إن هي تجربة مثمرة جدا، يعني أنت الصح اللي بيعمله نادي زد إن أنت بتعلم الولاد الصغيرة، جايب لهم خبير ألماني متعاقدين مع مدرسة بروسيا دورتموند، خبير اسمه ستيفن ماسكهم، جايبين 7 صفقات، صارفين 7 مليون جنيه في يناير بس، ده في أندية في الدوري الممتاز ما صرفتش الأرقام دي، ما بالك بفرقة بتصرف 7 مليون جنيه، ده رقم كبير جدا، وده بيدل برضه على قوة النادي الأهلي في المواليد 2006، بيدل على قوة الفرقة دي، لما الفرقة دي بتتصدر الدوري وبتحسم الدوري، ونادي زد النهارده في المركز الثالث بالمصاريف اللي هم صارفينها وبالمدرب الأجنبي الموجود أو المدرب الألماني الموجود، دي حاجة تحترم في النادي الأهلي والفريق. النادي الأهلي بأولاد النادي. طبعًا بأولاد النادي. يعني فدي من البراعم وطالعين، فدي حاجة برضو يعني صح تتحسب للنادي الأهلي يعني. النهارده يعني الفرقتين أنت أقوى خط هجوم في البطولة، فرقة بتلعب بكرة هجومية والعالية الهجومية النادي الأهلي، مسجلين 80 هدف، وعلى فكرة ده رقم قياسي على مستوى دوري القطاعات كلها السنة دي، أعلى فرقة على مستوى القطاعات تسجل 80 هدف، مفيش فرقة بتجيب 80 هدف، ده دليل برضه على بصمة المدرب الموجودة وعالية النادي الأهلي الموجودة، 80 هدف في 30 ماتش، رقم كبير قوي. بتقابل فرقة أحسن دفاع في الدوري، فرقة زد يعني استقبلت 18 هدف بس. فده برضه بيأكد لك إن أنت هتشوف فرقة عالية هجومية قدام فرقة المدرب الألماني بتاعهم بيدافع بشكل كويس وبيعرف يقفل الملعب بشكل كويس. الحاجة التانية برضو ان نادي زد والنادي الاهلي متساويين، ان هم الاقل خسارة مع نادي المقاولين العرب، خسروا في البطولة دي 3 مرات بس، فهنشوف اعتقد ان هي مباراة للمتعة بقى، لازم لعيبة النادي الاهلي انت خلاص حسمت الدوري، عايز بقى توصل برضو تكمل الصورة بتاعتك بالشكل اللي انت ظهرت بيه، تلعب للمتعة، محتاجين ان شاء الله ان احنا لما تكسب فريق زي زد ده كمان تبقى الشكل كمان العام يبقى افضل بكتير، يعني لما تكسب فرقة زي زد النهاردة كمان. تعالوا نقول يعني تشكيل النادي الاهلي لقاء اليوم امام زد. في حراسة المرمى حارس عمر كامل، خط الظهر من اليمين للشمال باك رايت عمر زكريا، أحمد محمد عبدين، مازن أحمد، وفارس أحمد. خط الوسط هشام مصطفى ويوسف إسلام وإبراهيم عادل. الخط الأمامي عمر سيد معوض وآدم سمير، وفي الهجوم حسام عادل هداف الفريق برصيد 18 هدف. ده تشكيل النادي الاهلي للقاء اليوم. كابتن حشيش، ذعنا مباريات كتير لفريق 2006، دلوقتي ما شاء الله من الاسماء دي في ناس نورت يعني. طبعا ناس طبعًا. بدات تعرف المواهب الموجوده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وفي لعيبه مميزه واخر مباراه ذعناها لهم كانت لقاء الاهلي والزمالك اللي قدروا يفوزوا فيه باداء وعرض 3-1. عايز اقول لك حاجه يا اسامه، كنت بتكلم برضو مع الكابتن سامر كالعاده. فهو مهتم جدا يا احمد بالمباراه بتاع النهارده وقلقان منها، لان طبعا الفينش مهم جدا بغض النظر عن حسم البطوله، انما يهمه انه مع فرقه كبيره وعلى ارض النادي الاهلي واخر مباراه ان هو يقدم غير النتيجه كمان عرض كويس، سلسله طبعا تكمله سلسله العروض الممتازه للكابتن سامر. اللعيبه قعدوا يا اسامه تعهدوا كده مع بعض انه يقدموا هديه للكابتن سامر يعني عند اخر مباراه ليهم، ان هم يكسبوا النهارده ويعملوا عرض كويس، وكلهم كانوا الحقيقه يعني عمالين يكلموا مع الكابتن سامر ما تسيبناش وعايزينك تفضل معانا طبعا السنين اللي جايه تطلع معانا يعني. وحضرتك بتتكلم يا كابتن حشيش، دي يعني الاحماء الفريقين في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، اتفضل يا كابتن. يعني ده لارتباطهم طبعا بالمدرب بتاعهم، لان الحقيقه سامر يعني فرقه 2006 عامله حاله جوه النادي الاهلي حقيقة. عروض ممتازه يا احمد، نتائج كويسه قوي، اداء كويس قوي، شفنا كمان سامر بيقدم للمنتخب
عدد كبير جدا من اللعيبه، 8 لاعبين وصلوا لمنتخب مع محمد وهبه. كمان هحكي على حاجه طريفه كده، النهارده يعني معظم اللعيبه بقوا جواكر في الاماكن بتاعتهم، يعني شفنا اكتر من لعيب لعبوا في اكتر مكان. سامر النهارده بيقول لي مثلا على سبيل المثال احد التوامين اللي هو ابراهيم عادل جاله النهارده قال له يا كابتن انا لعبت السنه دي في جميع المراكز باستثناء مركز واحد اللي هو الباك ليفت، فالنهارده احنا خلاص حسمنا البطوله وفاضل بس ان انا العب الباك ليفت عشان ابقى لعبت في جميع المراكز، فارجوك لعبني في حته الباك ليفت. فقال له طبعا يعني ان شاء الله السنين جايه يعني، انما النهارده ماتش قوي انا مثبت الفرقه ولعب بنفس التشكيل بتاعي. طيب قبل ما اروح للدكتور احمد ثابت برضو نقول لحضراتكم تشكيل نادي زد في حراسه المرمى: عبد المنعم تامر، خط الظهر عمر ياسر، يوسف اشرف، مصطفى عكاشه، محمد عبد المنعم حميدو، خط الوسط احمد خيره، مروان محمود، وعمر خضر، خط الامامي عبد الرحمن محمود واحمد رمضان، وفي الهجوم محمد هيثم. ده تشكيل نادي زد لقاء اليوم النهارده اللي بيواجه النادي الاهلي في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. دكتور ثابت، عايز اتكلم عن لاعبي النادي الاهلي وتشكيل النادي الاهلي. حراسه المرمى عمر كامل. عمر كامل بعد المباراه اللي زعناها هنا، مباراه الاهلي والزمالك، ما شاء الله بدا يسمع، واطمنا على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي. زي ما قلت حضرتك النادي الاهلي ولاد في منطقه مصنع حراسه المرمى موجود في النادي الاهلي، فكان بالنسبه لنا عمر كامل ده كان اكتشاف بصراحه. الماتش اللي فات في مباراه الزمالك اللي زعناها كان واحد من اللعيبه اللي بتقدم، حتى المنافسه كمان ما بين عمر كامل وعبد المنعم تامر حارس نادي زد على منتخب مصر، يعني عمر كامل ده كان الحارس الثاني في منتخب مصر، اعتقد بعد الاداء اللي بيقدمه السنه دي ممكن يكون الحارس الاول لمنتخب مصر. الاثنين المساكين احمد عبدين ده طبعا واحد من احسن المدافعين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي رقم 3، ومازن احمد جنبه. عمر زكريا الباك رايت برده بيمتاز بالعرضيات وبيعمل كروسات واسيستات ممتازه. فارس احمد لعيب عنده روح وقتاليه ممتازه. النهارده هو رجع كابتن سامر لطريقه اللعب اللي كان بيبدا بيها الموسم اللي هي 4-3-2-1 4-3-3 3 الارتكاز. يوسف اسلام وده يعتبر انا بعتبره افضل ارتكاز صاعد في القطاع الناشئين برده. يوسف اسلام بيقدم اللي هو اللعيب اللي بيلعب بالقدم اليسرى، عنده حته الزياده وروح وقتالي بشكل ممتاز. الاثنين لعيب هايل عجبني جدا في مباراه الاهلي والزمالك، اكتشاف في الحته اللي في وسط الملعب بيلعب كوره كمان ولعيب كورته حلوه، وخاصه ان المكان ده احنا محتاجين فيه لعيبه كتير يعني خاصه يوسف اسلام. الاثنين الارتكاز المساند النهارده بقى ابراهيم عادل بعد ما كان بيلعب مهاجم في مباراه نادي الزمالك بيرجع لمكانه سي ام اف كارتكاز مساند، وهشام مصطفى بيخش برضه كلعيب ارتكاز مساند. الاثنين دول بيبقوا الارتكاز المساندين اللي بيجوا من تحت، ابراهيم عادل وهشام مصطفى. ناحيه اليمين عمر سيد معوض طبعا لعيب موهوب والناس كلها عرفته خلاص باهدافه الجميله وبيقدم ممتاز يعني موسم ممتاز. الناحيه الثانيه ادم سمير اللي هو الجناح ناحيه الشمال، وقدام حسام عادل اللي هو مفاجاه الموسم هداف الدوري اللي كان في بدايه الموسم بيلعب مدافع والسنه دي بيلعب مهاجم واخد هداف الدوري، هداف الدوري مش هداف النادي الاهلي بس، هداف دوري الجمهوريه 2006 مسجل 18 هدف. فاعتقد ان التشكيل فيه نوع من التوازن، ما فيهوش بقى التركيه اللي كان عاملها في ماتش الزمالك، لا النهارده رجع لطريقته اللي هي ال 4-3-2-1 العاديه خالص. بيلعب السهل النهارده، بيلعب السهل على فكره يا اسامه، ممكن تلاقيه بعد 10 دقائق ربع ساعه راح لعب باثنين راس حربه. خلي بالك على حسب ظروفه. كابتن حشيش، كابتن سامر من نوعيه المدربين اللي بيغير كتير داخل المباراه بالظبط كده، والحاجه الحلوه استجابه اللاعبين، ما بتلاقيش اللعيبه بتتوه منه، لا اللعيبه بتستجيب وتتغير مع المتغيرات اللي بيعملها داخل المباراه. كلامك مظبوط، عنده مرونه تكتيكيه غير عاديه. عشان كده زي بقول لك في البدايه ان في اللعيب اللي عنده في ال 10 لعيبه اللي موجودين بيلعب في اكتر من مركز، فبالتالي لما يبتدي في اثناء الماتش يغير من الطريقه يطلع واحد قدام راس حربه، يلعب بثلاثه ديفندرات، يلعب باربعه قدامهم واحد، كل الكلام ده كله بيقدر يعمله بسهوله نتيجه لان اللعيبه حافظه المراكز كلها. ما بيبقاش اللعيب لما يتحط في مركز مش بتاعه يبقى مخضوض او مش عارف مقاومات المركز، لا عارف لانه لعبها اكتر من مره. فالمرونه التكتيكيه دي بتدي له حلول كتيره على حسب طبعا الفرقه اللي قدامه، على حسب طبعا النتيجه يعني. والاهم كمان الدرجه الاولى، لما اللعيب يبقى عنده المرونه التكتيكيه في داخل الملعب في متغيرات كتيره دي بتدي له افضليه يكون موجود في الملعب. دكتور ثابت، اثنين من اللي اجادوا في اللقاءات او على مدار الموسم وثنائيه فيها تفاهم كبير، احمد محمد عبدين ومازن احمد،
الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين من المدافعين ما شاء الله المميزين الواعدين الصاعدين. اثنين هايلين جدا، بالذات احمد عبدين. احمد عبدين يعني انا بعتبر افضل اثنين مساكين في قطاع الناشئين متابعتي للمباريات كلها، احمد عبدين واحمد شرقيه اللي هو مواليد 2003. دول احسن اثنين طالعين، طبعا مع محمد مغربي اللي احترف في 2001. بشوفهم احسن ثلاث مساكين صاعدين والناس تتفرج عليهم. لا ثلاث مساكين عندهم، بالذات احمد عبدين ده لعيب هادي واتفرجنا عليه دايما بيعتمد ان هو بيحضر وبيبني الهجمه من تحت، هو دايما مصدر بناء الهجمه عند النادي الاهلي، كمان بيكمل. وشفنا دور كابتن سامر عبد الرحمن بصراحه مدرب ممتاز في حاجتين زي ما حضراتكم اتفضلتوا وقلتوا، في المرونه التكتيكيه. مفيش لعيب ناشئين مواليد 2006 هتلاقيه بيلعب 4 3 3 4 4 2 وبعدين في اخر الماتش اللي فات لعب 5 4 1 بيبدا من تحت وبيبدا الهجمه من تحت. دلوقتي صعب قوي على السن الصغير ده صح ان يبدا مع حارس المرمى وبناء الهجمه. حارس المرمى ما شوفش التشليت اللي من تحت مستمر او كرات طويله بنتفرج عليه طول عمرنا يعني، وكمان مضغوط حريص ان اللعيبه تحضر من تحت. بناء الهجمه والضربات الثابته والتنوع والجواكر اللي اتكلم عليها كابتن محمد. فاعتقد ان الفرقه دي، لا الفرقه دي بصراحه فرقه مسمعه بشكل كويس جدا، فرقه محترمه فيها ايجابيات كتير قوي وفيها لعيبه ممتازه طالعه زي ما حضرتك قلت. الاثنين المساكين، المساك الثاني مازن احمد برده مساك ممتاز في حته الالتحامات والتغطيه وبيعمل تغطيه ممتازه برده على احمد عبدين. انا عايز اضيف برده على احمد او اكد كلامه بالنسبه للاثنين المساكين، لان دلوقتي في مصر عموما بتشوف في الدوري الممتاز وفرق كبيره يا اسامه عندها مشاكل كبيره جدا جدا في حته المساكين، والناس بتدور على مساكين مش موجودين في مصر كلها. فما يبقى قطاع الناشئين في النادي الاهلي عنده الاثنين الممتازين احمد عبدين ومازن اللي بيتميزوا زي ما قلنا بانه عندهم كوره، مش مجرد المميزات او الصفات اللي تعودنا عليها في المساك ان هو مجرد بس قوي وسريع وجامب، لا انه بيلعب كوره وعنده كوره كويسه قوي. لان زي ما قلنا الكوره دلوقتي في كل العالم لازم بتبدا واللعب بيبدا من ال 18 بتاعك مع حارس المرمى. موسيماني لو شفنا الفتره الاخيره برده حته المساكين اللي تحت، يمكن شفنا برده في بعض القصور شويه نتيجه لغياب بدر بنون، لان هو اللي كان بيمسك كوره وبين اللي كان عوضه شويه محمد عبد المنعم. فوجود الاثنين الكويسين عبدين ومازن ان شاء الله يبقى حاجه تطمن جمهور النادي الاهلي على المستقبل. يعني عايزكم تشاركوني بقى في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. احنا دلوقتي على اعتاب يعني زي ما شفنا التوأم حسام وابراهيم في التمرينات، احنا على اعتاب توأم جديد حسام وابراهيم بس عادل ما شاء الله عاملين حاله كبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عاملين حاله كبيره داخل فريق 2006. بس ده التوأم اسامه المعدل. ليه؟ حسام وابراهيم الكبار كان هو باك رايت وراس حربه، دولت ما شاء الله بيلعبوا مراكز كتيره. فده توأم جواكر معدل. وكمان حته مركز المهاجم يا كابتن محمد، انا شايف برضو ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي في حته المهاجم زي ما اتكلمنا على المدافعين، احنا عندنا ثلاث مهاجمين واخدين هداف الدوري. رقم واحد رأفت خليل في 2003 وعندك حسام عادل في 2006 وعندك محمد عبد الفتاح تاحه في 2007. لو معانا الصوره اللي هي فيها الثلاث لعيبه دول نعرضها برضو، دول اللي واخدين هدافين الفرقه للنادي الاهلي السنه دي على مستوى قطاعات الناشئين. فدي برضو بتاكد ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولاد اهم. ده اللي على الشمال رأفت خليل. ده هداف دوري 2003. اللي على الشمال رأفت خليل، اللي في النص محمد عبد الفتاح تاحه، ده مسجل رقم قياسي جايب 26 هدف في دوري 2007 كان معانا الحلقه السابقه في الاشبال. وحسام عادل مهاجم 2006 اللي هو بيلعب النهارده مسجل 16 هدف. فالنادي الاهلي عنده ثلاثه من هدافين دوري القطاعات، واحمد سيد غريب كمان هي دي الميزه في 2001. اي خدمه هنا هتلاقي الخدمه خمس نجوم في استاد الاشبال. اي حاجه بتحتاجوها بتلاقوها على الهواء على طول. النهارده حكام لقاء اليوم، حكم ساحه كابتن اسلام السيد، اثنين حكام مساعدين كابتن عبد الرحمن قرطام والكابتن احمد سامي. نروح لفاصل وبعد الفاصل مع معلقنا المتميز الكابتن محمد رمضان ونشوف حضراتكم بين شوطي اللقاء.